فقد جاء الإنتاج الوفير من الغاز المصري نعمة واسعة لقطاع النقل المصري في استخدام الغاز بديلاً من البنزين، بما يوفر حوالي 50% من تكاليف النقل، كما يخفض تكاليف تلوث الهواء في مصر بما يعادل حوالي 47 مليار جنيه سنوياً. يجب أن نتذكر هنا أن عدد السيارات في مصر ارتفعت من حوالي 1,800,000 سيارة قبل نحو 10 سنوات لتمثل الآن حوالي 4,900,000 سيارة، وذلك بزيادة بلغت حوالي 75%. أما العدد الإجمالي للمركبات في مصر التي تستخدم البنزين والسولر وغيرها فقد سجل حوالي 9,900,000 سيارة، وذلك مقارنة بحوالي 6,600,000 سيارة في عام 2012. مهندس ناصر، احنا معدل تغيير السيارات في مصر لاستخدام الغاز حوالي 45,000 سيارة كل سنة، لكن أظن هذا المعدل هيزيد بشكل متضاعف في الفترة اللي جاية. السؤال هنا قد إيه إحنا مستعدين كبنية أساسية لهذا المجال إن إحنا نتوسع ونستقبل عدد أكبر من السيارات؟ هو طبعاً بعد المبادرة الرئاسية حصل إقبال كبير جداً من الجمهور على التحويل للعربيات. هو الموضوع المبادرة كان منقسم لشقين، شق إحلال للعربيات القديمة وشق اللي هو العربيات الحديثة إن هي تتحول. إحنا في السنة اللي فاتت في مصر تم تحويل 45,000 عربية، لكن من الواضح إن العدد ده هيتضاعف السنة دي. إحنا عندنا قدرة إن إحنا نستوعب العدد ده، عندنا فرق موجودة على خطوط الإنتاج بالنسبة لعربيات الإحلال كمان شغالة هناك بتحول العربيات الجديدة اللي هتنزل في مبادرة الإحلال، فإحنا جاهزين. غير إن إحنا هنضاعف أعداد مراكز التحويل اللي موجودة على مستوى الجمهورية، هتنتشر في كل المحافظات، يعني طبعاً ما كانتش منتشرة على مستوى المحافظات كلها، كان في محافظات مفيهاش. لا، هو التعليمات اللي جات لنا من المهندس صالح المولى وزير البترول إن إحنا لازم نضاعف أعداد المحطات وأعداد مراكز التحويل على مستوى الجمهورية. يعني الخدمة دي على آخر السنة بإذن الله المواطن العادي هيحس إن كل المحطات موجودة، هيحس إنه عنده محطات غاز، هيحس إنه عنده ورش تحويل، هيحس إن الموضوع ميسر له. إحنا شايفين نفسنا فين بعد 5 سنين؟ أو هنا إحنا بنين الخطة بتاعتنا على مراحل؟ هل إحنا شايفين إن في مراحل سنة 3 سنين 5 سنين 7 سنين مثلا؟ بعد 5 سنين هتلاقي صعب جدا إن أنت تلاقي عربية تمشي بالبنزين، لأن هو ده اتجاه عالمي إن المصنعين نفسهم ابتدوا يتجهوا، الدول المتقدمة ابتدت تتجه إنها تمنع أو يعني بتشجع إن هي تشتغل بالطاقة النظيفة اللي هي الغاز والكهرباء عشان يحافظوا على البيئة بتاعتهم، لأن الناس بتهتم بالبيئة جدا. إحنا ربنا إدانا ثروة، الثروة دي هدية عندنا موجودة اللي هي الغاز الطبيعي موجود في أرضنا، وبالتالي إحنا أحق الناس إن إحنا نستخدمه عشان 3 حاجات. أول حاجة ميزة مباشرة لصاحب المركبة أو لصاحب العربية إن هو هيوفر في ثمن الغاز، ثمن الوقود ما بين البنزين والغاز، وده وفر مباشر بيخش له لأسرته. الحاجة الثانية إن هو هيبقى بيئة أفضل، بيئة أنظف لينا ولولادنا، نحافظ على صحة ولادنا. الحاجة الثالثة إحنا كدولة أو كحكومة بتلم فلوسنا وتبعت تحولها دولارات تديها لدول تانية عشان نجيب منهم مواد نحرقها وننمي اقتصاده. فاحنا لو وفرنا الفلوس ديت، لا احنا هننمي بيها، نصرفها على التعليم، نصرفها على الصحة، نصرفها على الطرق، على البنية الأساسية، دي برضو عائدة على المواطن. طب باشمهندس، عشان نوصل لهذه النتيجة أظن لازم حاجات لازم تتم. أولا مراكز الصيانة لازم تنتشر بشكل أكبر، مراكز التحويل يزيد عددها، مراكز حتى الشحن بالغاز تنتشر اكتر في محافظات الجمهوريه، يعني في محافظات عدد المحطات فيها قليل، فازاي هنطمح ان الناس هناك تزود استخدامها للغاز وعدد المحطات هناك لسه مش بالكفاءه او مش بالعدد الكافي؟ هو السنه دي على اخر السنه المواطن العادي هيشعر ان الغاز ده موجود في كل محطه. على اخر السنه؟ على اخر السنه، ان تعليمات المهندس طارق وزير البترول ان احنا على اخر السنه لازم نضاعف اعداد المحطات اللي موجوده كذا ضعف، يعني احنا اعداد المحطات موجوده 225،
هنضاعفها كذا ضعف على نهايه السنه. فنهايه السنه هتبقى موجوده في كل محافظه، مراكز تحويل هتبقى منتشره في كل محافظه. ممكن في خلال 5 سنين كل محطه بنزين تلاقي فيها تمويل غاز، كانه المحطه بتدي الوقودين يعني. الوقودين هتلاقي كل المحطات في خلال 5 سنين كلها فيها نشاط الغاز. بعد كده في خلال 10 سنين مش هتلاقي بنزين اصلا. يعني طب ده بيستتبعه ان احنا خلال السنه دي هنشوف محطات البنزين في مصر بتضيف او بيتغير شكلها بنيتها الاساسيه عشان تضيف الغاز كخدمه؟ هتلاقي في محطات كتير جدا بتضاف لها نشاط الغاز، طبعا ليها طريقه فنيه يعني ان تدخل فيها نشاط الغاز، لكن هتلاقي فيها تمويل غاز، هتلاقي في محطات لوحدها غاز، هتلاقي مراكز تحويل منتشره، هتلاقي مراكز صيانه منتشره. طالما الموضوع كبير لازم هيبقى الخدمه للناس كلها. طب باشمهندس، عندنا في مصر اكبر اسطول للنقل البري يمكن في افريقيا. الاسطول ده بيستهلك كميات من السولار ضخمه جدا، وهو ملوث للبيئه بالتالي. فهل في حلول تكنولوجيه في المستقبل ممكن نشوفها لسيارات النقل الثقيل تريلات انها تستخدم الغاز بدل السولار المكلف والملوث للبيئه؟ طبعا. هو موضوع السولار ده، انا حابب اقول لك ان احنا طبعا اول شركه في مصر وفي افريقيا. عندنا فريق اتدرب باحسن مراكز تدريب في العالم بالنسبه لموضوع الغاز الطبيعي. احنا الموضوع دوت شغلنا من زمان وقعدنا عملنا دراسات عليه. مشكله السولار ان السولار ما فيهوش البوجيهات اللي بتدي الشراره عشان يبتدي يولع جوه الموتور او يدي قوه الاشتعال اللي جوه الموتور. احنا من 3 سنين قعدنا عملنا دراسات جامده قوي، قدرنا ان احنا نحول او نعمل تعديلات بسيطه على مواتير السولار ان هي تشتغل غاز. طبعا قبل ما ننزل التجربه ديت للجمهور جربناها على عربيات الشركه. عندنا عربيات دلوقتي محوله بقى لها اكتر من سنه ماشيه فوق ال 50,000 كيلو، امن تماما، ما فيش مشاكل في الزيت، ما فيش مشاكل في قطع الغيار، ما فيش مشاكل في السحب. كل الكلام ده قدرنا الحمد لله ان احنا نجحنا من نهايه السنه اللي فاتت ان احنا نتغلب عليه. نزلناه من شهر 7 لاحدى شركات القطاع الخاص اللي شغاله في النقل الجماعي، عشان برضو ان احنا لما نجرب على حاجتنا دي ممكن تبقى حاجه يعني مجروحه، شهادتنا مجروحه. فنزلناه لشركه قطاع خاص شغاله في النقل الجماعي عندها 650 اتوبيس. ابتدينا معاهم بثمان اتوبيسات، الاتوبيسات دي بقى لها اكتر من 4 5 شهور شغاله في السوق. منهم اتوبيس قطع 53,000 كيلو غاز بس. وابتدينا معاهم في المرحله الثانيه ان هم هيبعتوا لنا 10 اتوبيسات ثانيه هنحولها. الموضوع ده طبعا هيغير الموضوع تماما، ان احنا موضوع السولار ومشاكل السولار لا، احنا الحمد لله فريق البحث عندنا قدرنا نوجد لحل، وحل مش مكلف وحل كويس، ان احنا نحول المواتير دي للعمل بالغاز.